حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. الأيام العثور على 1500 لغم أخفتها القاعدة في مزارع بلحج. من عدن الغد مدينة في أبين تمنع إطلاق الرصاص في الأعراس. من البي بي سي، ترامب يتحدث عن شيء واحد يمكن أن يصلح كوريا الشمالية. من الساندي تايمز، محكمة دولية تستعين بممثلة أمريكية للقبض على أشهر مجرمي أفريقيا. أهلا بكم. العديد من العناوين تصدرت الصفحة الرئيسية لموقع المصدر أونلاين، منها الحوثيون يقتحمون وزارة الخارجية والوزير المحسوب على صالح يعلن التوقف عن العمل، وفي مأرب سلطات مأرب ورئاسة الأركان تحيي الذكرى السنوية لرحيل الشدادي، ومن أبين القوات الحكومية تلقي القبض على 120 لاجئا غير شرعي في منطقة جحين. وعنوان من تعز، القوات الحكومية تسيطر على مواقع وقرى شرقية جبل صبر جنوبي المدينة. في موقع عدن الغد، عنوان من مدينة أبين، وقال الموقع لأول مرة منذ عقود منع إطلاق النار بمدينة وسط أبين. وقال الموقع، أعلنت قوات الحزام الأمني بمدينة العين بلودر ولأول مرة منذ عقود منعا لإطلاق النار خلال حفلات الأعراس، وأصدرت قوات الحزام الأمني تعميما قضى بمنع إطلاق النار خلال مناسبات الأعراس، ودعت الأهالي للتعاون. الأهالي ووفقا للموقع رحبوا بهذه الخطوة وقالوا إنها إيجابية، معلنين استعدادهم للتعاون. الصورة الماثلة في صومال اليوم تؤشر إلى نضج سيكولوجي حقيقي عند فرقاء الداخل، وإدراك الثمن الباهظ الذي تم دفعه جراء التقاتل العدمي وتدمير الدولة والذهاب بعيدا في خيار التوازن المنطقي ضمن دولة اتحادية فيدرالية تحقق المواطنة والمشاركة. هكذا يبدأ عمر عبد العزيز مقاله المنشور في صحيفة الخليج، متحدثا عن كيف أصبحت الصومال اليوم تحاول النهوض والعودة إلى البحث عن مستقبلها بين الركام. ويضيف الكاتب في جزء من المقال، خلال العقود الثلاثة الماضية كانت الصومال تعتبر بمثابة النموذج الأكثر فداحة لمعنى الحرب الأهلية ومتوالياتها السقيمة على كل أوجه الحياة. وقد تتابعت الجهود الوطنية الصومالية منذ أمد بعيد بالترافق مع المبادرات الإقليمية والدولية بحثاً عن حلحلة الملف الصومالي والوصول لاتفاقيات تلزم أطراف الصراع المحلي على الانخراط في العمليات السياسية على قاعدة التنازلات الشجاعة والتوافقات البناءة. لكن مؤتمرات نيروبي وأديس وصنعاء وجيبوتي لم تسفر عن تحقيق تلك الآمال، فجاء الجواب من الداخل وتحديداً من قبل الممسكين على جمرة الحقيقة على الأرض خلال مخاض العسر والتقلبات على جمر الظنا والإدراك العميق بأن حلول الخارج ليست سوى عامل مساعد وأن الحل والعقد يكمن في الداخل. خلال تلك المرحلة توصلت الإرادة الوطنية الصومالية إلى الحقائق التالية نظرياً وتطبيقياً: التبادل السلمي للسلطة الرئاسية والبرلمانية والحكومية، بحيث تحولت هذه السلطة من تجربة رمزية معنوية إلى حقيقة موضوعية، حيث تبادل الرئاسة عديد من الرؤساء خلال العقدين الماضيين، وبالمقابل تناوب في رئاسة الحكومة والبرلمان عشرات من رؤساء الحكومة والبرلمان. زيادة اللحمة الوطنية وتخطي الاصطفافات القبائلية والبقاء عن حد الرمز الوحدوي الشامل للعلم الصومالي الأزرق ذي النجوم الخمسة. وبهذه المناسبة يجدر بالذكر أن جمهورية أرض الصومال التي أعلنت انفصالها في الشمال منذ أكثر من عقدين ما زالت تأوي الصوماليين من مناطق الجنوب والوسط ولا تفرق بينهم في الهوية الوطنية وتمنحهم كامل حقوق المواطنة الموازية لسكانها الأصليين، بل إن نبرة الانفصال فيها تراجعت إلى حد كبير حتى أن الحكماء فيها ينظرون للنموذج الاتحادي الفيدرالي كقيمة مستقبلية مؤكدة. التنامي الواضح في النمو الشامل سمة يمكن ملاحظتها في العاصمة مقديشو ومدن بوصاصو في الوسط وهرجيسة في الشمال، حتى أن بعض المنظمات الإحصائية الدولية اعتبرت مقديشو واحدة من أكثر العواصم العربية الإفريقية الواعدة بنمو كبير.
ينقل موقع الموقع بوست في أحد عناوينه البارزة جزءاً من تقرير أوردته وكالة رويترز. كرمان لرويترز: اليمن باتت أرضاً منسية والعالم لا يوليها الاهتمام الكافي. قالت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان إن العالم يغض الطرف عن محنة ملايين الأشخاص الذين يعانون في بلدها الذي مزقته الحرب ويرزح تحت وطأة الجوع والمرض. وفي كلمة لها على هامش قمة عالم شبابي واحد في العاصمة الكولومبية بوغوتا التي احتضنت القادة الشباب من مختلف أنحاء العالم، قالت كرمان بأن البلاد محاصرة منذ 3 سنوات والموظفين بلا مرتبات لشهور عديدة والناس لا يحصلون على أبسط الاحتياجات كالماء والكهرباء والصحة والغذاء. وقالت كرمان: نطالب التحالف العربي ممثلا بالإمارات والسعودية تسليم عدن وبقية المحافظات التي يسيطر عليها للسلطة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي وحكومته بمطاراتها وموانئها ومنافذها المختلفة. إلى صحيفة الأيام التي عنونت في صفحتها الرئيسية: أمن لحج يفكك 1500 لغم أرضي بينها 100 لغم جاهز للتفجير. وفي التفاصيل تقول الصحيفة إن قوات أمنية تمكنت من العثور على كميات كبيرة من الألغام يبلغ عددها 1500 لغم بينها 100 لغم جاهز للتفجير في إحدى مناطق مديرية تبن بلحج. وقال مسؤولون أمنيون إن عناصر القاعدة وداعش قاموا بزراعة تلك الألغام وإخفائها في تلك المناطق لغرض استعمالها في عمليات انتحارية وتفجير السيارات المفخخة. وفقا للصحيفة فإن العثور على هذه الألغام يعد أكبر إنجاز تحققه القوى الأمنية بالمحافظة رغم قلة وشحة الإمكانات التي تعاني منها الأجهزة الأمنية بلحج. وصرح للأيام العميد صالح السيد مدير عام شرطة لحج أن القاعدة وداعش كانت تقومان بتخزين الألغام في مناطق ومزارع بعيدة عن التجمعات السكنية لاستخدامها في وقت لاحق. تاريخيا كان جنوب اليمن ووسطه يحرران صنعاء من هجمات أئمة صعدة، هكذا بدأ وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان مقاله المنشور في موقع قناة بلقيس مضيفا في أجزاء من المقال: تقاطر أبناء الجنوب واليمن كله إلى صنعاء بعد حصارها من قبل الملكيين في حصار 70 يوما كي يكسروا حصار الملكيين لها وطردهم من جبالها في 60ات القرن 20. تقاطر إلى صنعاء أبطال الجنوب وتعز وإب والبيضاء ورداع وكل اليمن ليكسروا ذلك الحصار جنبا إلى جنب مع الأبطال داخل صنعاء المدافعين عنها. تاريخيا إذا لم يأتي وسط اليمن وجنوبه إلى صنعاء لإنقاذها من براثن الإمامة فإن الإمامة تتسع وتتمدد جنوبا بدءا من باب اليمن الجنوبي صنعاء وصولا لأي مكان جنوبا، وهذا ما يحدث دائما. كم أنت لئيم وغادر أيها التاريخ. تاريخيا لم تسقط صنعاء بين براثنهم إلا إذا اختلف أحمقان على حكمها وتصارع وتقاتل بينما يكون الإمام المتربص على أبوابها، ولا يلبث الإمام طويلا حتى يقرر مع من يقف وبالفعل يبدأ تنفيذ الخطة، ويتدخل الإمام القادم من صعدة مناصرا لأحد الأحمقين ويقضي على خصمه ثم يلتفت إلى من ناصره ويقضي عليه هو الآخر وبسهولة. استراتيجية إمامية مستمرة منذ ما يزيد عن 1000 سنة وحتى اليوم، ولم يتعلم أحد من اختلاف المتصارعين الضحاك مع الدعام في صنعاء وتحالف الإمام المؤسس الهادي مع أحدهما ثم انقلابه عليه بعد التخلص من غريمه وصولا لمأساة هادي وصالح والحوثي التي عشناها ونعيشها لحظة بلحظة. كم أنت لئيم وغادر أيها التاريخ. ولذلك انتقلت الدولة اليمنية الكبرى دولة الرسولية إلى تعز والطهرية إلى جبن والصليحية إلى جبلة إب والزراعية إلى عدن وقبل ذلك النجاحية إلى زبيد. كم أنت لئيم وغادر أيها التاريخ. لئيم وغادر وغبي أيضا. يصبح التاريخ غبيا عندما لا يتعلم أحد. كان آمناً في منزله في واحدة من قرى تعز قبل أن تقتحم ميليشيا الحوثي البيت وتقتل زوجته وطفلته،
فوفقا لمصادر تحدثت لموقع المشاهد نت، جماعة الحوثي قامت فجر السبت باقتحام منزل المواطن طه حسن عثمان في منطقة الجيران شرقية صبر الموادم. وأفادت هذه المصادر أن مسلحي الحوثي أطلقوا النار بشكل مباشر على سكان البيت وقتلت نجله وزوجته وأصابت شقيقه. وأضافت المصادر في تصريح خاص للمشاهد أن الجريمة وقعت في منطقة تقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي شرقية صبر. إلى الصفحة الأولى من أخبار اليوم والتي جاء في عناوينها: اليوم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن القيادي المرقشي ورفاقه المحتجزين لدى التحالف، وعنوان اقتصادي: المقرمي يحذر من استمرار تدهور الريال ويطالب بسرعة الحسم والسيطرة على ميناء الحديدة، وعنوان من العاصمة المؤقتة: ضبط كميات كبيرة من الدقيق الفاسد في مستودع بعدن يتم تنقيته كمعونة لتعز. وميدانيا: مدفعية المقاومة في جبهة ثرى تستهدف تعزيزات للإنقلابيين قدمت من البيضاء. وأخيرا: بن دغر يثمن موقف المعلمين الرافضين لدعوات الإضراب في عدن. إذا لقراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. تتجه بناظريك إلى ما هو حولك تكتشف جمال كل شيء، تتعرف من خلال ما شاهدت قانوناً واحداً من القوانين المعرفية، تعرف كيف امتزجت هذه الحياة بألوان البشر المختلفة، ستعلم عندها أن الأقرب منك، أن وضعنا العالم بين يديك. أهلا بكم مجددا. بداية الصحف العربية من العربي الجديد والتي عنوانات: عام على مجزرة الصلة الكبرى اليمنية بلا محاسبة. وقالت الصحيفة: تتزامن الذكرى السنوية الأولى لمجزرة الصلة الكبرى في صنعاء مع إدراج التحالف العربي الذي قصف صلة الأفراح في ذاك اليوم على القائمة السوداء. قبل 8 أكتوبر 2016 كان مصطلح الصالة الكبرى يذكر كمجلس للأفراح والمناسبات في العاصمة اليمنية صنعاء، ثم أحاله قصف جوي إلى موقع للحادثة الكبرى والحوادث الأكثر دموية. وبعد مرور عام وفقا لرصد العربي الجديد، لا تزال صور الشهداء الضحايا معلقة على لوحات إعلانية في شوارع متفرقة في صنعاء، شاهدة على إحدى أبرز الحوادث المأساوية. وفي الذكرى الأولى لمجزرة الصلة الكبرى، يتذكر اليمنيون إحدى الحوادث التي كانت كفيلة في نظر محللين ومهتمين بأن تخلق مساراً جديداً للحرب في اليمن يؤدي إلى نهايتها. يضيف للعرب الجديد: أثرت الجريمة سخطاً يمنياً ورفضاً شمل المناصرين من مختلف الأطراف بما فيها بعض المؤيدين للشرعية. أما صحيفة الخليج فقد عنونت: الخليج ترصد إرهاصات انتفاضة محتملة ضد الحوثيين. وقالت الصحيفة: يواجه الحوثيون مخاوفهم الكامنة باندلاع انتفاضة شعبية واسعة تتجاوز حدود العاصمة صنعاء. الانتفاضة وبحسب الصحيفة ستمتد إلى عدد من المحافظات التي لا تزال خاضعة لسيطرة الانقلابيين لاعتبارات تتجاوز في حيثياتها مجرد فشلهم كسلطة أمر واقع في إدارة شؤون هذه المدن. وأضافت الصحيفة أن الحوثيين تجاوزوا الخطوط الحمراء وارتكبوا جرائم وانتهاكات خطيرة من قبيل اقتحام المنازل والاعتداء على النساء والأطفال واستغلال السيطرة المسلحة على العاصمة وعدد محدود من المحافظات غير المحررة. وأضافت الصحيفة: تشهد العديد من مناطق محيط صنعاء أجواء مشحونة بالتوتر والتحفز المسلح. أحد الوجهات القبلية بمحافظة صنعاء أكد للصحيفة أن الحوثيين سيواجهون انتفاضة قبلية وشيكة جراء استخفافهم بالأعراف القبلية وتماديهم في إهانة مشايخ القبائل غير المتعاونين معهم. في مقال واسين الأعرج الذي أعدت نشره صحيفة القدس العربي بعنوان الثقافة والمثقف وأسئلة الآتي، يتحدث الكاتب عن نمط تفكير المثقف العربي والمفارقة بين المثقف الحاضر والمثقف القديم. ويقول الكاتب في جزء من المقال:
الخيبات والهزائم المتكررة والخيارات الخطأ في العالم العربي لم تكن فقط واحدة من أهم أسباب ظاهرة الإرهاب، ولكن أيضاً تقف بقوة وراء العدمية التي أصبحت نمطاً تفكيرياً مهيمناً على الكثير من الأوساط الثقافية العربية. فهل هذا يعني أن المثقف العربي يعيش اليوم في عدمية متوهمة له ولكل أحلامه وخياراته في ظل زخم ثوري جديد على محدوديته هز اليقينيات كلها ومنها يقين الهزيمة والانهيار؟ يتحدث الكثيرون اليوم عن دور المثقف في الحاضر الذي أصبحت تحكمه معطيات جديدة، لكنهم في الوقت نفسه يرهنون جهوده داخل نظريات قديمة على نبل مقصدها لم تعد تستجيب للمعطى الحركي للعصر الاتصالي الذي نعيشه اليوم. لم تعد طروحات ماكسيم غوركي حول التزام المثقف أو جون بو سارتر كافية في تحديد وظيفة الكاتب في لحظات الثورات والتحولات، حيث يصبح الارتباط بالأيديولوجيا رديفا للارتباط بالثورة. ولم تعد وجودية سارتر وكامو مقنعة للكثير من الشباب الفاقدين لأي أمل في الحياة والتغيير ولأي مرجعية نموذجية. كم من مثقف وسياسي في القرن الأخير فقط اختطف ولم نعرف عنه أي شيء؟ كم من مثقف أذيب في محلول الأسيد كي لا يترك القتلة أي أثر وراءهم؟ كم من مجموعة حوربت وعاشت المطاردات مورثة ذلك لأجيال كثيرة ولم تر النور في حياتها وعاشت العزلة والخوف حتى دفنت في الظلمة والحسرة؟ لقد اشتغل الكثير من المثقفين برغم سلطان العزلة في بلدانهم وفي المنافي محملين بخسارات كبيرة، الأحلام الليبرالية التي باءت بالفشل والوحدة العربية الذي ظلت حلما معلقا في الهواء رهانات المواطنة المتتالية. حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن شيئا واحدا فقط سيصلح في التعامل مع كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن المحادثات مع بيونغ يانغ لم تحقق أي نتائج. ولم يحدد ترامب ماهية هذا الشيء، لكنه هدد الشهر الماضي بأن واشنطن قد تدمر كوريا الشمالية إذا اضطرت لفعل ذلك من أجل حماية نفسها وحلفائها. وقال الرئيس الأمريكي عبر حسابه على تويتر إن رؤساء وإداراتهم تحدثوا إلى كوريا الشمالية على مدى 25 عاما وجرى التوصل إلى اتفاقات، لكن هذه الاتفاقات تم انتهاكها قبل أن يجف حبرها بحسب ترامب. وقالت البي بي سي تبادلت الولايات المتحدة وكوريا الشمالية التهديدات والتصريحات النارية خلال الأسابيع الأخيرة. وأشار وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون الأسبوع الماضي إلى أن واشنطن لديها خط اتصالات مفتوح مع بيونغ يانغ، لكن ترامب قال عبر حسابه على تويتر وفر جهدك ريكس سنفعل ما يجب القيام به. نشرت صحيفة الساندي تايمز تقريرا عن النجمة السينمائية أنجلينا جولي وكيف أنها تطوعت لتكون طعما من أجل إلقاء القبض على أحد أشهر المتهمين بجرائم الحرب في أفريقيا. وتستند المعلومة التي أوردتها الصحيفة إلى رسائل إلكترونية من داخل المحكمة الجنائية الدولية تقول إن النجمة السينمائية كانت تريد اعتقال المتهم بالقتل والاغتصاب، وعرضت نفسها لتكون الطعم أو المصيدة التي سيقع فيها المطلوب من المحكمة الدولية. وعرضت جولي الخدمة في اجتماع مع المدعي العام السابق لويس مورينو أوكامبو الذي أراد إفادة جولي إلى جمهورية أفريقيا الوسطى لمساعدته في اعتقال أمير الحرب الأوغندي جوزيف كوني. وجاء في إحدى الرسائل الإلكترونية أن فكرة جولي كانت أن تدعو المتهم إلى عشاء ثم يتم اعتقاله، وأن أوكامبو كان يعتزم إفادة جولي وربما زوجها براد بيت أيضا ومعهم قوات أمريكية خاصة إلى معقل كوني الذي فيه مئات الأطفال المخطوفين. وأعد أوكامبو حسب المعلومات المسربة دورا لجولي في 2012 لمساعدته في اعتقال كوني الذي تتهمه المحكمة الدولية بارتكاب جرائم حرب منها القتل والاغتصاب والاستعباد وتجنيد الأطفال قسرا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه اتخذ قراره حول ما إذا كان سيدلي بشهادته حول الحديث عن صفقة تقييد البرنامج النووي الإيراني، لكنه لم يشاء الإفصاح عما قرره. هل سيفعل أم لا يفعل؟ ابقوا متنبهين لمشاهدة حفل التصنيفات الذي سيتم فيه الكشف عن كل شيء. هذا جزء من مقال نشر في فورين بوليسي لمؤلف كتاب الطريق الذي لم يرتده أحد ماكس بوت، وأعيد نشره في صحيفة الغد الأردنية. ويقول الكاتب
لا أتوافر شخصيا على أي فكرة حول ما سيفعله الرئيس ترامب، فهو غريب الأطوار جدا إلى درجة يصعب معه التنبؤ بما يدور في خلده، لكنني أستطيع أن أعرض وجهة نظري كشخص عارض الاتفاق النووي الإيراني، لأنني أعتقد أنه كان مرنا جدا، فهو لم يضع نهاية لبرنامج إيران النووي، وإنما علقه فقط لعقد من الزمان، كما أنه لم يتعامل مع تهديدات إيران الإقليمية الأخرى، وبالتحديد رعايتها للإرهاب وتطويرها للصواريخ البالستية. ومع ذلك فإنني لا أوصي بالانسحاب مع الصفقة الآن، ليس عندما شهدت وكالة الطاقة النووية الدولية التي يرصد مفتشوها 27 موقعا منفصلا بأن إيران متقيدة جيدا ببنودها، بدلا من قصف الصفقة النووية بالسلاح النووي، يجب على الولايات المتحدة اتخاذ خطوات أخرى لضبط تصاعد النفوذ الإيراني. سوف يكون ضربا من الطيش بشكل خاص إشعال فتيل أزمة مع إيران، بينما نحن واقعون أصلا في غمرة الخوف من خوض حرب مع كوريا الشمالية. لكن الأخبار الجيدة تشير إلى أن ثمة الكثير الذي تستطيع الولايات المتحدة فعله لوقف خطط إيران الخطيرة من دون إلغاء الاتفاق النووي والتفاوض على معاهدة جديدة مع الملالي أو الذهاب إلى الحرب ضدهم. إذا كانت الولايات المتحدة جادة في لجم قوة طهران، فإن عليها تقديم الدعم للميليشيات في كل من العراق وسوريا الراغبة في مقاومة المتطفلين الإيرانيين، ولن يكون ذلك عملا سهلا، لكن الولايات المتحدة تستطيع كسب تأثير مهم إذا هي لم تسحب قواتها إلى الوطن في أعقاب إلحاق الهزيمة بتنظيم داعش، وإذا لم تكرر الخطأ الذي ارتكبه الرئيس السابق باراك أوباما في العام 2011. في جولتنا المصورة لهذا اليوم صور متنوعة نشرها موقع البي بي سي، التقطها هواة التصوير من مناطق متفرقة، وعنونها الموقع على الطريق. نتابع الصور. بهذه المجموعة من الصور والصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.